السلام عليكم. الموقع الجميل دوت بترفع له صورة وهو يبدأ يعمل عليه مؤثرات بحيث يبان كأن فيه حركة. خلينا نرفع صورة ومن خلال الشغل هيبان معانا الفكرة نفسها. أبلود واروح بقى المكان اللي فيه الصورة. هو بيرفع صورة وبيحللها، هي الصورة ثابتة لكن هو خلى كأن الصورة بتتحرك شوية كده أو الكاميرا، ففي شوية حركة كده. طيب ممكن بقى نيجي هنا نبدأ نتحكم فيها شوية، عايزها انت كام ثانية، ثانيتين، تلاتة، أربعة، زي ما انت عايز. ده هيخلي الحاجة أطول. تمام. طيب الأنيميشن ستايل، الحركة شكلها عاملة ازاي، بالشكل دوت ولا كده. طيب دي جديدة ما جربتهاش قبل كده فحلوة. ال amount of motion، الفوكس بوينت، هل نخليها far ولا close ولا center. ال edge، فدي تبقى جميلة ان ترفع الصور بتاعتك وتحولها بقى ل GIF او صور متحركة وتقدر ان انت تشاركها. طيب لو احنا قلنا له شير، فبيديك الرابط اهوت، وتقدر تشيرها على فيسبوك، تقدر تشيرها على التويتر وهكذا. ممكن تسيفها ك GIF او MP4 او LIF. اقدر اسيبها بالشكل دوت، او ممكن تسيفها كحاجة تنفع تترفع على الفيسبوك بشكل افضل يعني. وممكن ندخل بقى على الدبس ماب، بديك تحكم اكتر، مثلا الدبس يبقى قد ايه، السايز، وهنا فاصل الشخصية اللي انت ترفعها عن الخلفية، فبتقدر انت تتحكم فيها بشكل اقوى. وممكن اللوبستي برضو شفافية تقدر تتحكم فيها. الليفل تقدر تعمل بريفيو. بحيث ان انت تشوف افضل صورة ممكن تعجبك تقدر انت تركز عليها.